هلا بمكاتب سيدتي، رح نعمل سبور، رح نستدعي كم مدموزيل حلوين لنعمل رياضه، خاصه اللي بيقعدوا على المكاتب مشان كتافهم مشان الرقبه. بقى تفضلوا صبايا. ناو رح نبلش من انهيل لتحت. اوكي اكسهيل داون. اجين انهيل. And exhale down, inhale. Okay, now, نجيب الإجرين مع بعضنا، نطلع شركيب معدة لجوا، ناخد الإيدتين كلنا على جهة واحدة، إيدين ورا الراس، وستريتش من الساق. نعمل تنفس، inhale. نرجع كمان لفوق. ناخد الإصبعين، ستريتش لفوق. إجرينا بند، معدة لجوا، ناخدهم على الجهة الثانية، inhale. And اكسهيل، بنضلنا شادين. رح نعمل سيركلز مع تنفس، كلوك وايز دائرة مثل عقارب الساعة. بهيدا الاكسرسايز لازم يكونوا الكتاف مرخيين مرتاحين، خاصة نحن اوريدي عندنا تشنج، سو نتنفس انهيل اكسهيل. اوكي بنعمل ريلاكس، ننزل بنريح كل عضلات الايدين. اوكي بنطلع لفوق اند ريلاكس. فينا نحرك الاجرين كمان. سو الاجرين رح ناخذهم مثل الفي ليجز. اوكي ايدينا على حد الاجرين، رح ننزل لتحت انهيل ونرجع نطلع. سو عم نشتغل هون، عم نحرك الاجرين، عم نحرك المعده. اوكي وعم نحرك الاجرين من ورا. من بعد ما نكون خلصنا 10 او 30 ناخذ اجر لقدام اجر لورا، اليمين لورا شمال لقدام. اكيد كتافنا كلها جالسه. اوكي بناخذهم لانجز. اوكي انهيل، ايدينا على الخصر، ننزل. هون كمان عم نحرك الركب، خاصه بيكونوا لفتره من الوقت قاعدين. نطلع لفوق عروس اصابعنا، نعمل ستريتشنج يمين شمال. كنت معكم روزي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من كل التمارين الرياضيه اللي هي لها علاقه بالرقبه بالكتاف بالاجرين. هدول كثير مهمين، خاصه اللي بيشتغلوا بمكاتب.